اليوم حنا في صدد الافتتاح ديال المشروع اللي هو ضخم اللي هو سوق الفواكه والخضر بالجمله ونصف الجمله بمدينه إزكان، اللي غادي يعطي واحد الدفعه قويه للتاجر باش ينمي التجاره ديالته ويطورها ويكون في يواكب التطور ديال التجاره الدوليه والتجاره الداخليه بما يخص، ويتابع يكون في التوازي مع المخطط ديال المغرب الاخضر. المشروع اليوم الحمد لله غادي يغوي واحد عدد كبير ديال الاسر، ما بين 1000 عائله اللي غادي تكون في المشروع من غير الخدمات الموازيه، وغادي يعطي واحد الدفعه قويه للتجاره بمدينه إزكان وجامعه إزكان والجهه بصفه عامه. الحمد لله الوضعيه قبل كانت شويه ضعيفه ناقصه، الحمد لله دابا في هذا السوق الجديد الحمد لله بخير على خير، ناقي الحمد لله كاين التوسع. كان نتمتع ان شاء الله بهذا السوق ان شاء الله بالفضل ديالكم وبالفضل ديال هذا الرئيس وكلهم من المجموعه.